بسم الله الرحمن الرحيم. ده شرح لتعليم الحساب، المادة اللي إن شاء الله هنمتحنها يوم الحد الجاي. هنحاول نبسط على قد ما نقدر، لأن في ناس اشتكت منها كتير، لا هي عارفة تحفظ ولا تفهم ولا المادة دي إيه بالظبط. أولا كده عايز أقول لك إن المادة دي يعني مش عايز أقول تافهة، لأ هي سهلة ومرنة جدا، فما تخافش. تأكد تماما إن أي مادة قدامك أنت أقوى منها، مفيش حاجة صعبة. ولو في مادة صعبة أو أنت شايفها صعبة، فافتكر إن أنت بشر والدكتور اللي بيشرح لك بشر، ولو كانت صعبة على الدكتور اللي بيشرح لك ما كانش الدكتور فاهمها، ما كانش بيجي دكتور في مجالك. نبدأ بسم الله. أول حاجة عندك الفصل الأول محذوف، هنبدأ بشرح الفصل الثاني. الفصل الثاني بيبدأ بتعريف للرياضيات، عايز يفهمك إيه هي الرياضيات. الرياضيات بالنسبة لتعريفها لازالت سؤال فلسفي تتداين حوله الآراء. إزاي؟ العلماء اختلفوا في تعريف الرياضيات لأربع أقسام، أربع مجموعات. العلماء انقسموا لأربع مجموعات، وكل مجموعة عرفت الرياضيات زي ما هي شايفاها. أول تعريف عندنا قال لك الرياضيات هي علم دقيق، علم دقيق يتصل بثلاث أشياء. إيه هما؟ القياس والحساب واكتشاف العلاقات. يبقى أول تعريف عندنا الرياضيات هي علم دقيق يتصل بالقياس والحساب واكتشاف العلاقات. جت المجموعة الثانية من العلماء وقال لك لا، ده الرياضيات علم تجريبي. طب ماله العلم التجريبي ده؟ قال لك يستدل به في الوصول للعلاقات العددية والهندسية، وهو أيضا علم منظم ودقيق ومفسر للأفكار والنتائج. يبقى المجموعة الثانية قالت إن الرياضيات علم تجريبي يستدل به في الوصول للعلاقات العددية والهندسية، وهو علم منظم ودقيق ومفسر للأفكار والنتائج. يبقى نقارن ما بين التعريف الأول والثاني. في التعريف الأول قال لك إن الرياضيات علم دقيق يتصل بالقياس والحساب واكتشاف العلاقات. جاء التعريف الثاني فراح قال لك لا، الرياضيات علم تجريبي مش علم دقيق. العلم التجريبي ده بيستدل به في الوصول للعلاقات العددية والهندسية، وهو علم منظم ودقيق ومفسر للأفكار والنتائج. بمعنى إن العلم التجريبي ده اللي هو الرياضيات من وجهة نظرهم بنكتشف بيه العلاقات ما بين الأشياء، وهو علم منظم ودقيق جدا وبيشرح لنا الأفكار والنتائج. يعني ليه إحنا عملنا كده في النقطة دي والنتيجة دي طلعت إزاي؟ جت مجموعة ثالثة من العلماء وراح قال لك الرياضيات علم تجريبي برضه، اتفق مع المجموعة الثانية، لكن من إبداع البشر.
الثاني، المجموعة الثالثة من العلماء، قال لك الرياضيات هي علم تجريدي من إبداع البشر، يهتم بحاجتين: الأفكار وطرق التفكير. الأفكار وطرق التفكير. جت المجموعة الرابعة وراح قال لك لا، ده الرياضيات بناء اجتماعي، بناء اجتماعي تجريبي يتطور بالابتكار ومتصل بالمعرفة والثقافة. يبقى التعريف الرابع هو بناء اجتماعي، الرياضيات بناء اجتماعي تجريبي يتطور بالابتكار ويتصل بالمعرفة والثقافة. طيب لاحظ، الرياضيات ما بيتبصلهاش من ناحية واحدة. ازاي؟ قال لك الرياضيات ينظر إليها كمهارة، ازاي يقوم بالطرح والجمع والقسمة والضرب، وازاي يكتشف العلاقات بين الأشياء، وبينظر إليها كأداة، والرياضيات فعلا أداة يومية في حياتنا بنستخدمها كل يوم، ولذلك أطلق عليها خادمة العلوم وسيدتها. بمعنى أي علم تلاقي الرياضة داخلة فيه، أو أغلب العلوم بتلاقي الرياضة داخلة فيه، وفي نفس الوقت هي سيدة العلوم. بمعنى أصح، خادم القوم سيدهم. كده عرفنا الرياضيات كمهارة وكأداة، برضو بينظر إليها كوسيلة. يعني إيه وسيلة؟ الرياضيات وسيلة للتفكير، بينظر للرياضيات كعلم. إزاي؟ ما الرياضيات فيها قوانين، فيها تفسيرات، فيها بديهيات ومسلمات إلخ. إذن هي علم. قال لك برضو الرياضيات بينظر إليها كلغة. إزاي كلغة؟ أي حاجة، أي طريقة الناس بتقدر تتواصل بيها مع بعضها فهي لغة. طب ما الرياضيات الناس بتقدر تتواصل بيها مع بعضها عن طريق الرياضيات. إزاي؟ قال لك الرياضيات فيها تعابير وفيها رموز وفيها مصطلحات، وبالتعابير والرموز والمصطلحات دي الناس يقدروا يتواصلوا مع بعضهم. قال لك برضو الرياضيات بينظر إليها كفن. إزاي كفن؟ ما الرياضيات علم منظم، في روعة في التصميم، الأفكار مرتبة ومتسلسلة، يبقى ده فن. يبقى نرجع تاني ونقول الرياضيات ينظر إليها كمهارة وأداة ووسيلة وعلم ولغة وفن. طيب ما هي فروع الرياضيات؟ فروع الرياضيات: حساب وجبر وهندسة، وتفرع من كل واحدة فيهم فروع أصغر منها. إيه هي فروع الرياضيات؟ حساب وجبر وهندسة. والحساب طلعت منه فروع، والهندسة طلعت منها فروع، والجبر طلع منه فروع. طيب ما هو أفضل تصنيف للرياضيات؟ الرياضيات كان ليها كذا تصنيف، بس إيه هو أحسن تصنيف ليها؟ هو تصنيف المجلس القومي الأمريكي لمعلم الرياضيات لعام 2000 ميلاديا. يبقى ما هو أفضل تصنيف للرياضيات؟ هو تصنيف المجلس القومي الأمريكي لمعلم الرياضيات عام 2000 ميلاديا. وفي التصنيف ده الرياضيات قسمت لعدة أقسام:
هنكتب سؤال ونقول إلى ما قسمت الرياضيات في التصنيف الأمريكي؟ هقول لك قسمت الرياضيات لخمسة مجالات رئيسية، خمس مجالات رئيسية. طب الخمس مجالات دول هنعرف عناوينهم ونعرف شرحهم؟ لا، احنا مطالبين بالعناوين فقط، وهم في الكتاب موجودين العناوين فقط. طب ايه هم الخمس مجالات الرئيسية دول؟ قال لك واحد الأعداد والعمليات، اثنين الجبر، ثلاثة الهندسة، أربعة القياس، خمسة تحليل البيانات والاحتمالات. ثاني، خمس مجالات رئيسية قسمت إليها الرياضيات في التصنيف القومي الأمريكي لمعلم الرياضيات عام 2000، إيه هم؟ أعداد وعمليات، جبر، هندسة، قياس، تحليل بيانات واحتمالات. هندخل على النقطة اللي بعدها، ما هو تحليل محتوى الرياضيات؟ هو ايه اصلا محتوى الرياضيات؟ السؤال ده او النقطة دي بتتعلق بسؤال معين اللي هو ايه؟ ماذا نعلم في الرياضيات؟ انا لما اجي اشرح رياضيات ايه اللي هشرحه فيها؟ ايه اللي هعلمه للطلبة اللي قدامي؟ قال لك تحليل المحتوى اللي هو بتاع الرياضيات، تحليل محتوى الرياضيات يؤدي الى ثلاث حاجات: ضمان تخطيط جيد للدرس، ما دام انا عرفت ايه المحتوى اللي جوه الماده يبقى عرفت ازاي هخطط صح للدرس، ازاي هشرحه صح، ازاي هوصل المعلومه صح. طب ايه ده؟ انا خططت كويس وشرحت كويس ووصلت المعلومه كويس، ايه اللي هيحصل لما اعمل كده؟ هحقق اهداف التعلم. دي النقطة الثانية المؤدي ليها تحليل المحتوى. ايه ده؟ طب انا خططت كويس وشرحت ووصلت المعلومة وبالتالي حققت اهداف التعلم والطلبة اللي قدامي فهموا، بالتالي هقدر اقيس مدى تحقق اهداف التعلم. ده ازاي هقيسه؟ انا عندي مثلا 40 طالب، في 30 فهموا و10 لا، كده هعرف ان ال 30 دول فهموا وال 10 لا، وهعمل نسبه وتناسب، 20 فهموا و10 لا و20 لا، كده يبقى 50 و50، 50% و50%، تمام؟ وهكذا. عندك النقطة اللي بعدها، ما هي مكونات المعرفة الرياضية التابعة لتحليل المحتوى؟ ايه العنوان الطويل ده؟ في حاجة اسمها مكونات المعرفة الرياضية. مكونات المعرفة الرياضية دي مالها؟ دي متفرعة من تحليل المحتوى. طب ايه هي مكونات المعرفة الرياضية دي؟ قال لك واحد مفاهيم رياضية. مفاهيم رياضية، ايه هو المفهوم؟ ايه هو المفهوم؟ تعريف المفهوم هو تكوين عقلي ينشأ عن تجريب خاصية او اكثر في مواقف متعددة، وهو فكرة مجردة يعتمد عليها لتصنيف الأشياء ما بين أمثلة ولا أمثلة، وهو صورة ذهنية لتعميم صفات وخصائص من أشياء متشابهة، مثل مفهوم العدد 2. إيه التعريف الطويل ده؟ ومعناه إيه؟ قال لك المفاهيم الرياضية، وعرف لك المفهوم زي ما قلناه من شوية، قال لك هو تكوين عقلي. ازاي؟ الاول انا بجيب
الحاجة قدامي، أي حاجة، عايز أعرف إيه الحاجة اللي قدامي دي، ببص عليها وبفكر، والتفكير ده بيبقى فين؟ ما في دماغي، بكون معلوماتي عنها وأشوف هل الصفات والخواص اللي في الشيء اللي قدامي ده موجودة في أي حاجة شبهه ولا لا؟ لقيتها موجودة فيه يبقى بعممها على الكل. فالمفهوم عندي يعتبر تكوين عقلي، حقيقة أنا جمعتها في دماغي، فكرت فجمعت معلومات وخصائص، تمام؟ تعرف هل هي زي باقي الأشياء الشبيهة ليها ولا لا؟ فبعتمد على الفكرة دي في تصنيف الأشياء كلها، أي حاجة. وهناخد مثال بعد شوي. الفكرة دي مجردة ما بين الأمثلة واللا أمثلة. يعني إيه أمثلة ولا أمثلة؟ الأمثلة إن أنا بجيب مثال ينطبق على النقطة اللي أنا بشرحها. اللا أمثلة إن بجيب مثال لا ينطبق تماما على النقطة المشروحة. ايه ده؟ طب ليه بجيبها؟ طب هي ايه لازمتها اصلا اللا امثلة دي؟ قال لك اللا امثلة دي بتزيل سوء الفهم عند الطالب. انا لما اجيب له مثال اقول له المثال ده كذا تبع دي، هو هيفهمها. ولما اجيب له لا مثال اللي هو ما بينطبقش اصلا على النقطة اللي انا شرحتها له، لو عنده سوء فهم مثلا، يعني ان هو هيلخبط في الامتحان ما بين نقطتين، دي تبع النقطة اللي اتشرحت ودي لا، اللامثال بيزل سوء الفهم ده خالص. فاللي بيثبت في دماغه ايه؟ المثال المنطبق الصحيح بس على النقطة المشروحة. يبقى تاني، المفهوم هو تكوين عقلي ينشأ عن تجريب خاصية أو أكثر في مواقف متعددة، وهو فكرة مجردة يعتمد عليها لتصنيف الأشياء ما بين أمثلة ولا أمثلة، وهو صورة ذهنية لتعميم صفات وخصائص من أشياء متشابهة، مثل مفهوم الرقم 2. طيب لاحظ، صار لاحظ، عند تعريف المفهوم يجب التمييز بين السمات المميزة له وغير المميزة له. ازاي؟ زي ما قلت لك، هناخد مثال بالمستطيل. انت قدامك مستطيل، قدامك مستطيل، هتبص عليه وتركز وتفكر، هتلاقي ان المستطيل ده ليه صفات معينة بالنسبة لشكله، اللي هي ايه الصفات دي؟ ان هو شكل رباعي من اربع اضلاع، يتكون من اربع اضلاع، كده هو شكل رباعي. طب هبص على الزوايا بتاعته، ايه ده؟ الزوايا دي كلها قائمة، يبقى كده انا عرفت اي مستطيل في الدنيا بيتكون من اربع اضلاع، كل الزوايا بتاعه المستطيل قائمه، دي اسمها صفات مميزه للمستطيل. طب هو المستطيل ده ايه؟ ارجع كده للاول هتلاقيه مفهوم. يبقى انا كده عرفت المفهوم من خلال ايه؟ صفاته المميزه. اذا طب ما احنا قلنا الاول ان تعريف المفهوم ليه صفات مميزه وصفات غير مميزه، طب ايه الصفات الغير مميزة للمستطيل؟ هلاقي ان الصفات الغير مميزة للمستطيل له ضلعان متواجهان
متوازيان وقطران متقاطعان في المنتصف. ايه ده يعني ايه؟ هلاقي كل ضلعين قصاد بعض متوازيين ماشيين مع بعض على خط واحد، القطرين بتوع المستطيل بيتقابلوا في نقطة المنتصف. ايه ده؟ طب هي دي صفات مميزة في المستطيل. طب عايزك تبص على باقي الأشكال الهندسية التانية، لو لقيت نفس الصفات دي في أي شكل هندسي تاني فدي دي صفة غير مميزة أو سمة غير مميزة للمستطيل. يبقى السمات المميزة للمفهوم هي التي توجد في مفهوم واحد فقط. مثال: المستطيل جميع زواياه قائمة وتتكون من 4 أضلاع شكل رباع. السمات غير المميزة هي التي يمكن أن تجدها في مفاهيم كثيرة. مثال: المستطيل له ضلعان متواجهان متوازيان وقطرين متقاطعين في نقطة المنتصف، وهذا يمكن أن نجده في بعض الأشكال الهندسية الأخرى. لاحظ، ودي مهمة ممكن تيجي صح وغلط، تعريف المفهوم يكون من خلال السمات المميزة له. العبارة صحيحة. طب لو قال لك تعريف المفهوم يكون من خلال السمات غير المميزة له، كده العبارة خاطئة. على فكرة اللي شغالين معانا من أول الفيديو كده، يبقى احنا النقطة بتاعت تعريف المفهوم من خلال السمات المميزة له وغير المميزة له، كده احنا ضربنا مثال ولا مثال. كده احنا ثبتنا المعلومة بأن تعريف المفهوم بيكون من السمات المميزة له فقط. لما غير المميزة دي اركنها عليا.